أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الخميس الموافق 7 سبتمبر، 7 أيلول، 7/9/2023. توقعات الخميس الموافق 7 سبتمبر، 7 أيلول، 7/9/2023. هيكون يومك يوم ممتع جدا بالنسبة لكل الأشخاص اللي حواليك، منكم حتى لو كنتم بتشتغلوا بصبر أكبر، هتبنوا علاقات بعناية أكتر وهتنفذوا مشاريع مهمة كتير بإعدادات كويسة. هيجيب ليك اليوم ده نجاح لكل الأشخاص اللي بيشتغلوا معاك عشان تحقق أهدافهم بالشغل والاجتهاد مش بس بالكلام. هتستنى شخص تاني عشان تقوم من خلاله بالشغل والاجتهاد اللي انت عايزه بالنيابة عنهم. محتمل انه يحصل اجتماعات، هتنشأ النهاردة مناسبات مختلفة بسبب التجمعات، هتجنبك اي اجراءات محفوفة بالمخاطر والافتراضية. هيكون عندك يوم مناسب لأي اجراءات مهمة بتتعلق بالمستندات والعقود المالية اللي بتخصك. قدامك النهاردة يوم مثير عاطفي مليان بالنسبة ليك، هتتاح عندك فرصة علشان تنمو، والحظ والنجاح هيبقوا معاك. كل الأحداث السر اللي بتفرحك في اليومين الجايين هتخليك تحس بسعادة وتفاؤل أكبر وحماس وكرم. عندك زيادة في الخير في تسامح، هتخلي علاقاتك الشخصية والاجتماعية تبقى أكتر انسجام. ممكن يكون الوقت ده مناسب عشان تبتدي مشروع جديد أو تعمل اتصال جديد في السفر، وتتابع النهاردة لمسافات طويلة جدا. في مشاركة في شكل من الأشكال للدراسة، والتأثير الإيجابي في اليوم ده مش هيحميك كتير من الصعوبات أو خيبات الأمل، لكنك هتساعدك أيضا عشان تتغلب على كل النكسات بسهولة كبيرة وهتتوفق إن شاء الله. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا.